استقال الرئيس جمال عبد الناصر قطارا خاصا وبرفقته المشير عبد الحكيم عمرو النائب الاول لرئيس الجمهوريه، والسيدان حسين الشافعي وعلي صبري نائبا الرئيس، والسيد انور السادات رئيس مجلس الامه والوزراء الى مدينه السويس لمشاركه اهل المدينه الباسله في الاحتفال بعيدها الوطني. وخرجت المدينه باسرها تستقبل القائد والزعيم عند وصوله الى مدينتهم، فاستقلوا السيارات التي احتشدت بالطلبه والعمال لمرافقه القطار قبل وصوله. وكانت الطرقات وشرفات المنازل مزدانة بالأعلام العربية ومحتشدة بالآلاف من المواطنين الذين أخذوا يحيون الرئيس ويهتفون بحياة قائد القومية العربية ومحطم الاستعمار. ووصل القطار إلى محطة السويس، وكان في استقبال الرئيس السيد حامد محمود محافظ السويس واعضاء مجلس الامه واعضاء الاتحاد الاشتراكي. وعزفت الموسيقى السلام الوطني وادى التحيه حرس الشرف. وقدم الاطفال للرئيس باقات الزهور. وشق موكب الرئيس طريقه وسط الحفاوه البالغه التي لم تشهدها المدينه من قبل، حتى وصل الموكب الى مشروع تفحيم المازوت. وقد استقبل سيادته عند وصوله المشرفون على هذا المشروع الضخم. وازاح الرئيس الستار عن اللوحه التذكاريه إذانا بافتتاح هذا المشروع الكبير. ويعتبر هذا المشروع اكبر مركز لتصنيع البترول في الشرق الاوسط. وتكلف هذا المشروع العظيم 23.5 مليون جنيه. ويقدر انتاجه السنوي بمبلغ 25 مليون. ويحقق زياده في الدخل القومي سنويا قدرها 9 ملايين من الجنيهات. كما يوفر سنويا 7 ملايين من الجنيهات من العملات الصعبة، ويعمل به أكثر من 1500 عامل. ويحقق إنتاج هذا المشروع الحصول على غازات نقية صالحة للتوسع في صناعة الأسمدة الأزوتية، كما يحقق إنتاجه من البوتاجاز الاكتفاء الذاتي، ويبقى أكثر من 1000 طن للتصدير. وافتتح الرئيس بعد ذلك مشروع زيت الماكينات، وهو أيضا من أكبر المشروعات الصناعية التي تمت في عهد الثورة والتي تفخر البلاد بها. وكان الرئيس يستمع إلى شرح المسؤولين والمشرفين على هذه المشروعات مستفسرا عن كمية الإنتاج. وافتتح الرئيس بعد ذلك محطة الكهرباء الجديدة وطاف بأقسامها المختلفة. وفي المساء حضر الرئيس جمال عبد الناصر المؤتمر الشعبي الكبير الذي أقامه الاتحاد الاشتراكي. وافتتح الحفل بكلمة من السيد حامد محمود محافظ السويس رحب فيها بالرئيس جمال عبد الناصر باسم شعب السويس، ثم قدم لسيادته درع محافظة السويس هدية من الشعب للقائد. ثم ألقى المهندس جمال سعد أمين عام للاتحاد الاشتراكي في السويس كلمة قال فيها إن احتفال السويس بعيدها هو احتفال بعيد الحرية على أرض مصر. ووقف الرئيس جمال عبد الناصر وفتح قلبه للشعب في خطابه السياسي الجامع، فتحدث عن أحلام الماضي وكيف بدأت الإرادة الثورية في تحقيقها، واستعرض بناء الحاضر بكل الصلابة الثورية، وأعلن التصميم الثوري لبناء مجتمع المستقبل، مجتمع الاشتراكية. وقال الرئيس لقد اخترنا الطريق الصعب لكي نقضي على الرجعية والعبودية والبطالة ونحقق مجتمع العدل والكرامة. وقال الرئيس إن الثورة العربية مستمرة وسنفضح الرجعيين الملحدين النهابين الذين يسرقون أموال المسلمين. وقال الرئيس سنضرب من يتدخل في اليمن، ولقد عدلنا خططنا لكي نبقى في اليمن لحماية ثورتها.